دوصلنا اسبوع بقى فوق عم قاتلهم. But when we went in and I saw the people were hungry, I talked to the mayor. لما استثنى على الناس الفريقين الأبرياء وجعانين وما ماكو أكل أبدا هو كثير بيشعر لازم يجي بيتصور. Because what was happening was al-Qaeda was taking food, stealing food, and holding from there. اللي كان يعمل القاعدة إنه أهل السكان تحفظ على حصتهم. ما تخليها ما تعطيهم اياها. اسسوا دولة اسلامية في بعضهم. شكلوا وزارات في بعضهم. شكلوا مستشفيات في بعضهم. انتم شو شكلوا مقاصد الاعدامات وغرف التعذيب في بعضهم. اصبحت في كل مناسبة تظهر الى صور الى صدام السير ولا قيادات حزب البعث ولا فتات. والدين السلطة والدين الحكم والدين الأمريكان. Saying that the all it was that the religion is it, that's it, you're gonna do what we're gonna say, this is the way it is. Until we found a sketch that Sadr, the sheriff. What is it? The district court. Sharia. Sharia. إنه مكان الشريعة بعد القاعدة إنه ممنوع هذه ممنوع هذه ممنوع هذه هذه إذا تعملها تقتل. I told him that we found it, saying that this is not allowed, this is not allowed. These are the sins that are punishable by death, so on and so forth.